حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من دبي السيد عمران محمد عبد الله، رئيس الوفد الإماراتي الطبي التطوعي ورئيس قطاع المشاريع الخيرية في جمعية دار البر. أهلا بك معنا سيد عمران. الإمارات إذن تقيم مستشفى ميداني للروهينجا لتخفيف من معاناة اللاجئين في بنغلاديش في مخيمات لجوء التي فروا إليها من بورما. في الوضع الإنساني في الداخل، يعني بحسب ما وثقتموه هناك عند إقامة هذا المستشفى الميداني، كيف هو وما هي أهداف هذا المستشفى الميداني الإماراتي بالمرتبة الأولى؟ أهلا وسهلا. في البداية أحب أشكركم على استضافتي معكم هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني لتوضيح معاناة إخواننا الروهينجا النازحين إلى بنغلاديش. أقول في البداية لا يخفى على الجميع معاناة إخواننا الروهينجا من أرض بورما أو ما يسمى حاليا بميانمار، فذلك أصبح يعني واضح لدى الجميع، لا يخفى على أحد. لكن للأسف هذه المعاناة في الأشهر الأخيرة هذه ازدادت بشكل غريب جدا، فأصبح عدد النازحين إلى بنغلاديش 800,000 أو ربما يصلون إلى 1,000,000 نازح. وأنا من خلال زيارتي في الشهر الماضي رأيت الأعداد الهائلة النازحة إلى هذه الأراضي، وفعلا كانت أحوالهم سيئة جدا للغاية. لكن مع ذلك بفضل الله عز وجل كانت هناك الكثير من المؤسسات تقدم بكل ما في وسعها، سواء كان في المجال الغذائي أو في المجال الطبي. نحن في الحقيقة شفنا المجال الطبي الموجود هناك ضعيف جدا، يعني الهيئات الموجودة عبارة عن خيمة خيمتين، فتأينا أن نقيم مستشفى ميداني، ونحن عندنا شريك استراتيجي في جمعية دار البر في المجال الطبي اللي هم مبادرة زايد العطاء، وهذه المبادرة في الحقيقة يعني من أقوى المبادرات الطبية، وجهود المبادرة هذه يعني أظن وصل لدى الجميع. نعم. في الحقيقة اخترنا المكان المناسب وأخذنا معنا 7 خيم، طبعا خيم طبية ضخمة مش خيم عادية، وأخذنا معنا بعض الأدوات والأجهزة وأمرنا بتنصيب الخيام، وبعد رجوعي فورا بأسبوع ذهب الأطباء اللي هو تقريبا أول دفعة راحت، وبدوا الحمد لله بتشغيل المخيم. و طبعا يعني غطت حاجيات التي كانت ناقصة في المجال الطبي هذه الخيام. طبعا ما في شك، لأن أختي الكريمة النازحين عملنا لقاء مع بعضهم، الواحد منهم هو خارج من بلد إلى بنغلاديش، يعني أحيانا يستغرق منهم يمكن 8 أيام إلى 10 أيام إلى أسبوعين، والطرق وعرة جدا والمناخ كذلك، يعني كل هذه الظروف سيئة جدا، فالواحد منهم لما يوصل للمنطقة هذه يكون خلاص منتهي ويحتاج إلى كثير من الإسعاف. سيد عمران، طبعا مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة في بنغلاديش خاصة فيما يخص مسلمي الروهينجا وما يتعرضون له من أوضاع إنسانية صعبة، كانت لها مساهمات في عدد من القطاعات، ليس فقط القطاع الطبي الذي ركزنا عليه اليوم من خلال هذا التقرير وهذا المستشفى الميداني. هل من خطط أيضا في القريب، المستقبل القريب، سيتم إرسال بعض المساعدات الأخرى، وما المجالات الأخرى التي ستغطونها أيضا؟ والله في الحقيقة نحن في جمعية دار البر الآن مركزين على المجال الطبي، لكن توجهات الدولة طبعا ضخمة جدا جدا من خلال اجتماعاتنا بالمسؤولين، هناك ميزانية ضخمة جدا وصلت وما زالت يعني في جسر جوي لتوصيل المعونات، لكن أنا أتكلم في مجال جمعية دار البر بالتعاون والشراكة مع زايد العطاء. نحن مركزين حاليا على الجانب الطبي، لان الجانب الطبي الهيئات اللي ذهبت في الحقيقه يعني امكانياتها بسيطه، فاحنا تركيزنا على هذا الجانب، لكن اظني الكل مشاهد في التلفزيون وفي الجرائد. نعم، هناك مساعدات في الغذاء في مختلف القطاعات الاخرى. نشكرك جزيلا على هذه المداخله معنا السيد عمران محمد عبد الله، رئيس الوفد الاماراتي الطبي التطوعي ورئيس قطاع المشاريع الخيريه في جمعيه دار البر، كنت معنا عبر الهاتف من دبي.